بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت هندلنا الدنيا في الجزء بتاع اللوجن، لما جينا هنا عملنا الريسبونس وتشكينا على الاكتف لو 1 او 0 او سالب 1 وشفنا الدنيا ماشية ازاي. انا شايف ان الموضوع بسيط والموضوع سهل، الموضوع ما فيهوش اي مشكلة لغاية دلوقتي. عاوزين نكمل، بس اهم حاجه تكونوا فاهمين. لو في حد مش فاهم حاول تعيد الفيديو وتمشي ورا الكود لاين باي لاين، تمام، وتشوف الدنيا فيها ايه. انا بحاول اشرح بالراحه خالص، وبحاول يعني اوضح الدنيا بما فيه، تمام، لكن لو في حاجه مش واضحه اكيد لازم تتواصل معايا. حلو، دلوقتي هنعمل ايه؟ خلاص نقفل اللوجن. اللوجن خلاص خلصنا منه، تمام. الجزء اللي عليه الدور وهو خلينا نعمل لوج اوت. المفروض لما اعمل ساين اب هدخل الايميل والباسورد، صح ولا غلط؟ هعمل ساين اب المفروض يوديني على ايه؟ على الاكتف، يوديني على الاكتف. خلوني امسح ده كله، تمام اهو، واروح في الرول برضو امسح اللي متخزن اهو، ابلاي، تمام، وهنا ابلاي، تمام، وهنا برضو همسح ايه الكود الخاص بيه اهو، عشان نجرب بس من ايه من الاول. حلو اهو، اليوزر ما فيهوش حاجه، ده ما فيهوش حاجه، ده ما فيهوش حاجه، جميل. بصوا معايا، انا المفروض في الساين اب هروح هنا اهو، بعد في الساين اب، بعد ما اعمل كرييت الاكونت، اتكلمنا عليه بتفصيل ميل، قلنا لو الريسبونس دوت ريزلت ايكوال 1 كنا بنعمل نافيجيت باي يو ار ال لللوجن، صح ولا غلط؟ لا، هو المفروض اما اعمل ساين اب واعمل كريت اكونت المفروض هيعمل ايه؟ هيعمل اكتيفيت، صح ولا غلط؟ صح. اذا هعمل ايه؟ اكتيفيت للروت بتاعت الايه؟ بتاعت الاكتيف. ده شيء جميل. else هيقول لي ايه؟ ايميل از اكزيست. طبعا انتوا فاكرين لما عملنا الفانكشن بتاعت الريسبونس اللي هي لو رحنا اللي هي بتاعت ايه؟ كرييت يوزر، لما كنا بنروح على الساين اب، الساين اب بفكركم بيها سريعا اللي هي ديت اللي هي كنا بنعمل ايه؟ بنهندل الدنيا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، كانت بترجع لا اما 0 لا اما 1. 0 في حاله انه اتكريت، 1 قصدي في 0 في حاله ان ما اتكريتش، ففي الحاله ديت ان هيكون الايميل موجود. طب لو 1 اذا 1 اتكريت ما فيش اي مشكله، لكن الاكتف بكام؟ ب 0. اذا 0 في الريزلت بتاعي في الاكونت ريسبونس اللي هو الريزلت اللي راجع بيرجع بحاجتين، لا اما 0 لا اما 1. 0 في حاله انه ما اتكريتش، وفي الحاله ديت اذا الايميل اللي هو دخله موجود قبل كده فما ينفعش يكريت تاني. اما لو دخل لي واحد، لا لو دخل لي واحد يا باشا انت كده في حاجه تانيه، اللي هي انت كده تمام كريتته والاكونت اتكريت بالفعل، لكن الاكتف بتاعك ايه؟ 0. دي كانت ايه؟ الساين اب، وهندلناها هنا اهو في السيرفيس، عملنا الفانكشن بتاعتنا، وهنا برضو ايه هندلناها. لما رجع واحد اذا فعلا هو اتكريت، عشان كده وديته على الاكتيف، عشان هناك الاكتيف كنت حاطه بكام؟ بزيرو، تمام اهو. وهنا ايه ايلس اذا رجع زيرو، اقول له ايه ايميل از اكزيست اللي هي في حاله ايه الزيرو. جميل. ممكن نعمل حاجه حلوه برضو. المفروض ان لو جيت هنا اعمل ساين اب، اعمل كرييت الاكونت، انا هنا اهو، تمام، ممكن اعمل اقول له ستيشن ستورج دوت سيت ايتم، هقول له ايميل اكتف، واحط ده، طبعا انت عارفين ستيشن ستورج استخدمناه قبل كده كتير، واحط ايه؟ واحط الايميل، ان ده الايميل هو فعلا ده الايميل اللي هيحصل له ايه؟ اللي هيحصل له اكتف، تمام. حلو حلو، طبعا هيعمل نافيجيت باي يو ار ال للاكتف، خلاص دي خلاص انتهت. هروح بقى فين؟ في هنا فين؟ في الكود اكتيفيشن اللي هو الاكتيف بتاعي، تمام. هنا اهو مكان ساين اب هقول له ايه؟ ماست اكتيف يور اكونت. حلو حلو. وبعد كده خليني هنا برضو هقول له هنا
خلينا نقول ايه ديف، هنا هيبقى في الايميل. خلينا بس ايه كشكل مبدئي كده اهو، لو عملت ساين اب هيقول لي ايه، خلينا نعمل هنا اسلام خضر 81 at gmail.com واحله هنا ايه 6 7 8 9 لا خلينا 1 2 3 4 5 هيعمل نافيجيت باي يو ار ال للاكتيفيشن اهو. قال لي ايه ماست اكتيف يور، والمفروض هنا يبقى ايه، هنا يبقى الاكونت. حلو كلام جميل. هنروح في التايب سكريبت خاص بيها، هنا هقول له ايه متغير وليكن ايميل اهو string تمام equal double quotation mbt كده حاجه هنا تمام. خليكم بس فاكرين ان هنا هقول له ايميل زيت دوت ايميل equal station storage دوت get item. item هو اللي هو ايميل اكتيف اللي احنا حطيناه هناك فان لما كنا بنعمل ساين اب اللي هو فان هنا اهو. فاكرين؟ ايوه فاكرين. حلو قوي. نيجي نشوف كده، نيجي نشوف عندنا ريلود اه فاضل ناقص ايه؟ ناقص نروح في الاتش تي ام ال اشيل الايميل ديت واحط ايه؟ واحط الايميل بتاعي اللي هو الايه المتغير بتاعي. هروح هناك تمام. خلينا نرجع تاني اهو ونروح ايه، خلينا نشوف الرن سكسسفلي، خلينا نعمل ريلود اهو يعمل سيرفي من تاني اهو. تمام بيعمل سيرف، هل في اي ايرور؟ بيعمل بيلدينج تمام اهو سكسسفولي. نروح هناك تمام، خلينا نروح ايه الريستورانت الساين اب، خلينا كده نعمل انسبكت تمام على ايه على الابلكيشن، هنلاقي الايميل اكتف في ايه الايميل اكتف تمام. لو رحنا هنا على ايه، ركزوا معايا على ايه على الاكتف، قال لك ماست اكتيفيت يور اكونت تمام، يور اكونت تمام مفيش مشكله اللي هو ايه اللي هو ده تمام. ممكن ناخد ديت اهي ونشيل ديف اللي هنا خالص ونحطه ايه يور اكونت ما بين قوسين ده. حلو لو رحنا هناك ركزوا كده معايا، شايفين قال لك ايه الاكونت بتاعك اللي هو ايه اللي هو ده اسلام خضر 81@gmail.com. المفروض ادخل ايه، المفروض ادخل الكود الخاص بي تمام. ممكن دي بس ايه نطول البولدر ده شويه تمام، ممكن نطوله كنا عاملين في السي اس اس هنا الهايت ممكن نخليه 230 اهو، نخليه 300. حلو كده تمام مفيش اي ايه مفيش اي مشكله. ممكن اوقف الفيديو هعمل بس ستايلنج بسيط هنا وارجع لكم تاني عشان ايه وقت الفيديو ما يكونش طويل تمام. فهنا تمام عملت كلاس اسمه ماست وحطيته في الهيد اللي هي ماست اكتيف يور اكونت، وعملت باراجراف حطيت فيه الايميل ما بين قوسين تمام، وحطيت ايه ايميل اكتيف هنا، حطيت كلاس عادي جدا وعملت ايه عملت ستايل بسيط جدا ولا يعني بسيط الفونت سايز والكلر ما فيش اي مشكله. لو رحت هناك هلاقي المنظر ايه بالمنظر ده اهو، ما فيش اي ايه ما فيش اي مشكله كله تمام. ماست اكتيف اكونت والاكونت بتاعك اللي المفروض تعمل له ايه اللي المفروض يتعمل له اكتيف تمام. اذا قبل برضو ما اكمل، لو عملت انسبكت رحت على الكونسول هلاقي في ايرور، الايرور ده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا هنقفل ده خلاص. هنا في التايب سكريبت فاكرين لما بنينا الفورم، مش دي الفورم بتاعتنا لما بنيناها اكيد فاكرين، بنينا الفورم وحطينا فيها الكود والكلام ده كله تمام، احنا بنينا كل حاجه لكن نسينا ان نناديها فين، نناديها في ان جي انيت عشان تبدا تبنيها اول ما كولينج الايه اول ما كولينج الكومبوننت ديت اهو. اذا زيس دوت ماي فورم لوجن هروح هناك اهو، ما فيش اي ايه مشكله كله تمام ما فيش ايه مشاكل خالص. حلو
ادي يا جماعه الكود بتاعنا من غير اي ايه من غير اي مشاكل. فاضل ايه؟ فاضل بقى ان انا اعمل اكتف للكود بتاعي. تمام، المفروض انا لو رجعت هنا هلاقي، بصوا معايا، هلاقي المفروض في كود انبعت دلوقتي. في ايه؟ في كود انبعت دلوقتي. لو رحنا هناك اهو، تمام اهو، تمام اهو، طبعا ده في كودين، في كودين انبعتهم. اذا احنا المفروض كنا ما مسحناش دول. خلينا اوقف الفيديو، امسح الداتا وارجع لكم تاني عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل. تمام، فهو خلاص انا بعت، قصدي مسحت كل حاجه اهو. تمام، نروح نعمل تيستنج تاني. جميل اهو، خلونا نروح هنا نعمل بس انسبكت، نروح على الابلكيشن، المفروض نشيل ده ايه؟ نشيل ده ما يكونش موجود. حلو، هعمل ريلود اهو، ما فيش اي ايه؟ ما فيش اي حاجه في الكوسين اهو. تمام، نرجع تاني نعمل ساين اب، هقول له اسلام خضر 81 at gmail.com. تمام، واحول له ايه؟ 1 2 3 4 5. هعمل ساين اب، هيوديني هنا، قال لي لازم تعمل اكتيفيت للايه؟ للايميل بتاعك اللي هو ده. حلو، هروح هناك هعمل ريلود. تمام، هعمل ريلود اهو. تمام، نشوف بس هل ده، تمام هو ده، ما فيش مشكله، المفروض يكون في ايه؟ كود انبعت. نعمل ريلود تاني، هو لسه بيحمل، نعمل ريلود تاني. تمام، قبل ما نروح هناك ادي اهو، تمام وده اهو، تمام وده اهو، الكود اخره اف بي. حلو، ما فيش مشكله، الكود اخره ايه؟ اف بي. نعمل ريلود، يمكن يكون لسه متاخر. تمام، في عندنا مشكله ولا ايه؟ نشوف كده، بيقول لك ايه؟ نو باسورد سبيسيفايد. خلينا كده نعمل كلير، نعمل كلير اول، ونروح فين؟ نروح هناك، الكود لسه ما انبعتش، مع ان الكود كان لسه كان بيبعت عادي جدا، لكن اذا كده عندنا مشكله. تعالوا نشوف ليه الكود مش راضي ايه ينبعت. جميل، خلونا نعمل ريرن للسيرفر بتاعنا. تمام، وانا اوريدي تمام مسحت هنا اهو الداتا، هنا اهي مسحتها، ما فيش اي حاجه هنا خالص. وتعالوا نجرب مره ثانيه. تمام، خلينا بس نروح هنا نمسح اي حاجه كانت موجوده قبل كده، همسحهم اهو. تمام، اتمسحوا ما فيش مشكله. خلينا اروح اهو تاني اهو، هاخد الايه الايميل ده على طول، هروح على الريستورانت هقول له اعمل لي ساين اب، اعمل لي كريت الاكونت، وهقول له هنا ايه؟ 1 2 3 4 5. هعمل ساين اب، تمام مفيش مشكله. هروح هناك، هل في ايرور؟ لا مفيش ايرور، كله تمام اهو. حلو، هروح هنا اهو، هعمل ريلود اهو، قال لك ايه؟ كود اكتف اهو، وده الكود اخره DB. هروح هناك، ادي اليوزر، ادي الرول، ادي ايه؟ الدي بي اخر حاجه اهي. تمام، اذا السيرفر ممكن يكون معلق، مفيش مشكله، مش مشكلتنا. تمام، نيجي بقى نكمل ونشوف السيناريو الجاي هنبني عليه ازاي. بكل بساطه انا هنا المفروض انا هنا واقف في الكومبوننت بتاعت الاكتف. حلو، هعمل ايه؟ ركزوا معايا كده، انا عندي هنا دي الاكتف. تمام، هبعت ايه؟ هبعت الايميل اللي عاوز اعمل له اكتف. تمام، وهبعت معاه الايه؟ الكود بتاعي اللي انا هجيبه من ايه؟ اللي انا هجيبه من هنا من الجيميل اللي هو ده. اذا هبعت الكود ده، وهبعت كمان الايه؟ الايميل. تمام، بعت الكود والايميل، بعتهم فين؟ للسبرينج. تمام، السبرينج هتشيك، هتقول له عندك حالتين، لا اما يكون ترو، ودي في حاله ان الايميل ده فعلا اللي هو موجود في الداتابيز اللي هو ده. تمام، الكود اللي مربوط بيه اللي هو ده نفسه، نفس اللي جاي لي من ايه؟ من الفرونت، اللي جاي لي من اليوزر، هعديك ويقول صح.
غير كده هقول لك غلط ان الكود غلط وانت بتهزر معايا ومش هديك غير لما تجيب لي الكود الصح. فيها مشكله؟ انا شايف ان الموضوع بسيط وسهل وما فيهوش اي ما فيهوش اي مشكله. جميل جميل. تاني انا عندي هنا هبعت الايميل والكود، تمام؟ السبرينج خد الايميل والكود، هيروح يتشيك يشوف هل الايميل ده اللي موجود عندي في الداتابيز هل الكود اللي بعته معايا هل هو اللي موجود هنا ولا لا، هل الكود اللي اليوزر بعته لي هو ده ولا لا. يعني دلوقتي هاخد الايميل ده وهاخد كود، هروح اتشيك في الداتابيز هل الايميل ده ليه نفس الكود اللي موجود ده ولا لا. لو ليه نفس الكود يبقى اذا اليوزر فعلا الجيميل ده بتاعه، وهعمل اكتف وكله تمام. طب مش صح؟ لا مش هعديه، وهقول له انت غلط، مفيش تعديه غير لما تجيب الكود الصحيح. حلو، الموضوع بسيط يا جماعه، الموضوع سهل. انا شايف ان الموضوع ما فيهوش اي مشكله. كليك يمين، هعمل جيت اد، تمام؟ هقول له في سي اس كوميت، هقول له هنا رقم 4، تمام؟ ودي هتبقى 218. لو رحت هناك هلاقيها هيها 4 216 مش 18، تمام؟ 216، تمام. هعمل كوميت اند بوش، كوميت اند بوش بوش، هستنى لما يعمل بوشنج، تمام؟ خلص البوشنج هروح هناك، تمام؟ هنعمل الكلوز ده، هو الكوميت بتاعتي وكل حاجه تمام، مفيش اي مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك بتاعتي في الديسكربشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.